نرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر كالعادة بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الاتصال الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن. تناول الاتصال آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل لتهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لما سيضيف من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلا عن تأثيراتها على أمن واستقرار المنطقة. كمان امبارح الرئيس استقبل دينيس بيتشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية، وشهدت المباحثات تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. خلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن. تناول الاتصال آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل لتهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التجديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لما سيضيف من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة. وأكد الرئيس السيسي ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد. وأكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. أيضاً خلال الاتصال تم تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل دينيس بيتشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية. شهدت المباحثات تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة للملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. امبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إن مصر كانت من أوائل الدول اللي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، وتحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك. وأوضح الرئيس أنه تم التوافق على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يوليو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وامبارح أيضاً أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وأكدا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها، بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن ترحيبهم بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية لمدينة الغردقة بما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين. امبارح رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيتشيروفيتش حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في زيارتها لبلدها الثاني مصر. وقالت السيدة انتصار السيسي خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنهما تفقدا معاً غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني اللي بيلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به. امبارح عاد للقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي اللي استضافته المملكة العربية السعودية على مدار يومين 28 و29 ابريل. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمطار القاهرة الدولي رومان جولوفوتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا اللي وصل في أول زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رفيع المستوى بيضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة وعدد من المسؤولين الحكوميين إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة. وعبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي اللي بتعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي لمصر، مؤكداً تطلعه لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة خلال الزيارة لدفع العلاقات قدماً بين البلدين، مضيفاً أن هناك مجالات عدة واعدة للتعاون على رأسها الصناعة.
كما عبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية خاصة في مجال الصناعات الثقيلة.